أهلين سوسن. لا والله يا حبيبتي مالي جاي. اتغدي أنت، عندي اجتماع. والله ما بعرف إمتى بيخلص. نعم؟ طيب يا روحي، ليش ما بتسلي حالك عند رفقاتك على بين ما أجي؟ ولو شو مثل مين؟ يعني هلأ ما عدتي تعرفي حدا؟ يا ستي روحي لعند جمالات أو نبوية واشربي عندهم فنجان قهوة. إيه؟ أو وينك؟ مري لعند عايشة وكلي عندها كسكسي. أو لعند نايفة اسمها عاملة منسف. أو وينك وينك؟ ليش ما بتروحي وبتاكلي مطازيز عند العنود؟ أو مغربية عند لطيفة بالمليح؟ أو ليش مثلا ما بتتحلي مهلبية عند لالا دلال؟ يعني يلي بقصده يا روحي إنه رفقاتك بالحارة أكثر من الهم على القلب. إيه بتتسلي معهم. تستملي الضحكة ما أحلاها. الله معك. لا لا ما راح طول، لا راح امروا على الاسكندريه لعند بيومي. ايش نص ساعه زمان، وبعدين لعند دحام المنازلي. ايه بقربت ابوشي على البيت بعدين، لو وين بدي اروح يعني. طيب 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 حبيبتي، الله معك، مع السلامه. مسؤول الاسواق وبياعين البسطات سيدي. احترامي سيدي. مسؤول أمن الملاعب وصالات البلياردو والفيشة سيدي. احترامي سيدي. مسؤول أمن المطاعم والمقاهي ودور اللهو سيدي. تفضل. احترامي سيدي. مسؤول أمن المقروء والمسموع والمرئي سيدي. تفضل. احترامي. مسؤول أمن الكازينوهات وبيوت السيدي. تفضل. احترامي سيدي. أهلا وسهلا فيكم. في حدا لسه؟ لا لا ما في حدا. لا سيدي ما في. الحقيقة يا شباب أنا جمعتكم اليوم حتى بلغكم بكل أسف إني رح أترك الفرع. شو الحكي؟ شو قال؟ ما سمعت سيدي. أكيد رح تتركوا الفرع سيدنا ولا عم تمزحوا؟ معقول يا سيدي؟ معقول تتركونا هيك من الباب للطاقة؟ بكفينا يا سيدي مشان الله، يلي فينا بكفينا. يا جماعة أنا ما فيني بتحمل هالصدمة بنوم، والله على ما أقول شهيد. اهدوا شوي يا شباب، اهدوا إذا بتريدوا، اهدوا رجاء، ما في داعي للانفعال. أنا كنت بعرف تماماً أنه هالخبر راح يزعجكم وراح يقع على رؤوسكم وقوع الصاعقة، وبصراحة ما بلومكم أبداً، لأنه صار لنا مع بعضنا 17 سنة. 17 سنة ونحن عم نشتغل ونسهر ونرفع تقارير ودراسات ونعتقل ونجرجر ونحقق ونداهم ونبطش بالمجرمين والمشبوهين في سبيل استقرار الوطن طبعا. ولهالشي ما بلومكن على الإطلاق إذا شعرتوا بالمفاجأة أو هزتكن الصدمة أو النبأ المباغت. بس يمكن يلي بعزيني وبعزيكم بنفس الوقت إني ما رح أطلع من هالفرع عالبيت. لوين رايحين لكان سيدنا؟ بدكن ترجعوا عالضيعة؟ لا شو عالضيعة أنت التاني؟ القيادة رفعتني مشكورة واستلمت منصب جديد. هيك ها؟ ألف مبروك يا سيدنا. قسما بالله بتستاهل أكتر من هيك بكتير يا سيدي. والحقيقة أنا رح أترك هالفرع، فرع الحاسة السادسة، ورح أستلم فرع الحواس الخمسة. يعني رح كون المسؤول الأمني الأول عن جميع الفروع، لأنهم رح يوحدوها. عفوا سيدي، يعني فرع الحاسة السادسة مين بده يستلمه سيدنا؟ ها هذا هو السؤال. طبعا يلي بده يستلم فرع الحاسة السادسة واحد منكم. واحد منا؟ مين يا ترى سيدي؟ يعني تعين ولا لا سيدنا؟ بصراحة لسه ما تعين، لأنه هالمهمة موكلة إلي وأنا اللي رح أختاره بناء على التوجيهات يلي إجتني من فوق. واخترتوه سيدنا؟ لا لسه،
وما بخفيكم انه هالمهمة اللي كلفوني فيها صعبة شوي ومحرجة بنفس الوقت، والسبب انه كلياتكم تعتبروا عندي من اكفأ الرجال، اكفأ رجال الامن، اكثرهم خبرة، اقواهم شخصية، واذكاهم تفكيرا. طيب سيدي انا عندي اقتراح. شو هو؟ شو رأيكم سيدي نعمل قرعة وبهالطريقة ما حدا رح يزعل؟ لا لا، شو قرعة، ما بصير هيك، لازم الاختيار يكون دقيق وما يعتمد على الحظ او الصدفة. لا، والمشكلة يلي كاسرة ايدي ورجلي انه كليات كانت تستحقوا هالكرسيات عن جدارة واستحقاق، لانكم سطرتوا اروع الانتصارات والانجازات اثناء خدمتكم بفرع الحاسة السادسة. شكرا سيدي. يخلينا ياك سيدي، هاي شهادة بنعتز فيها سيدي. يعني انا ان نسيت فلا يمكن انسى ولا بشكل، كيف مسؤول الاسواق على سبيل المثال قدر يتغلغل بالسوق ويجند كل الصناعية والمتعيشة والشغيلة لصالحنا، وطبعا هذا انجاز مهم بيتسجل بصفحته بحروف من نور. وانا ان نسيت فلا يمكن انسى على الاطلاق كيف مسؤول الملاعب وصالات البلياردو والفيشة قدر يضبط الملاعب ويوجه الهتافات يلي عم تصير بهالملاعب حسب رغبتنا، وهالنقطة بالذات بتتسجل لصالحه بحروف من ذهب. وأنا على فرض نسيت فلا يمكن أنسى بتاتا كيف مسؤول المطاعم جاب أحد المطلوبين بزمن قياسي، وهذا طبعا لأنه كان مجند كل الجراثيم يلي عنده لهكذا مهمات. وأنا إذا نسيت فلا يمكن أنسى ما حييت كيف مسؤول الكازينوهات قدر يكشف شبكة معادية بفضل الرقاصات والارتستات يلي مشغلهم معه. أما مسؤول المرئيات والمسموعات فإنجازاته أكبر من أن تحصى، لذلك ولهالأسباب هاي قررت أعمل مسابقة بيناتكم، ويلي بينجح بالمسابقة بفوز بمنصب رئيس فرع الحاسة السادسة. شو رأيكم بقى؟ والله يا سيدي يعني أنتوا بتفصلوا ونحن منلبس يا سيدي. سيدي اللي بتأمروه رح يصير، ونحن ما علينا إلا الطاعة. بس يعني كيف رح تكون المسابقة سيدي؟ معلش لا تستبق الأمور، لساتني عم فكر بالموضوع، وبكرة إن شاء الله بعطيك الجواب النهائي. يعني فكرك فرع الحواس الخمسة أحسن؟ إيه طبعاً، ولو أحسن بكتير. وصدقيني يا سوسن لو ما كانت أسهمي فوق مرتفعة كتير ما كانوا سلموني هيك منصب حساس. إيه إذا هيك ألف مبروك يا رب، ومنه لأحسن يا رب. الله يبارك فيكي. والدوام وين رح يكون؟ بالساحل طبعاً. معنات على هالحالة بدنا ننقل إقامتنا لهنيك مو هيك؟ لا 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 أبداً، مو شرط. كيف مو شرط؟ يعني إذا بتحبوا تضلوا هون بالفيلا مو مشكلة، خلي عندكم شي 15 عنصر و17 سيارة وباخد الباقي معي، وأنا كل 4-5 أيام بعمل لي مشوار لهون. بس مو لبكي عليك؟ لا لا ولا يهمك، مو لبكي ولا شي، لأنه بشكل طبيعي بدي اضطر قابل بعض المسؤولين هون بالقيادة كل يوم والتاني، فلا تهك لي هم أبدا. ومين رح يستلم محلك؟ ما عينوا حدا، وبالمقابل كلفوني أني اختار واحد من الشباب يلي عندي حتى يستلم مركزي، بس لحد هلأ ما استقريت على رأيي. وامتى رح تستلم الشغل الجديد؟ يعني بدك تقولي شغلت كم يوم مو اكتر. ايه ابو مرهف، امتى بدنا نحتفل بهالمناسبة؟ ولا بدك تمرقنا اياها هيك ناشفة؟ ولو يا سوسان تكرم عينك، معقول نحن يلي بنحتفل؟ اصبح حبيبي، خلينا نطلع اليوم نسهر بشي محل. لا والله ما بقدر اليوم، اليوم بالذات مشغول، اعذريني. امتى لكان؟ بكرة مثلا. اكيد؟ مبدئيا اكيد، بس وين فكرك تسهري؟ انت ولا يهمك، انا برتب كل شيء. لا لا اوعك لا ترتبي شيء، طالما انا موجود انا برتب كل شيء ولا يهمك. وليش هيك تكهربت؟ لا مو مساله تكهربت، بس يعني بتعرفي واحد بموقع حساس مثلي ما بيصير يسهر وين ما كان، مزبوط ولا لا؟ واذا سهر لازم يكون في ترتيبات امنيه خاصه ما بتعرفي فيها انت. خلص خلص مو مشكله، اعمل لي بريحك. أبو مرهف شو رأيك أعمل قصة جديدة لشعري ولا أتركه هيك؟ ما بعرف، اعملي اللي بدك إياه. يعني خليهن طوال ولا قصرهن شوي؟ اعملي اللي بتلاقيه مناسب مو مشكلة، أنا فايت ارتاح شوي. دكتور
دخيل الله انه منين اجتنا شغلة الحواس الخمسة هاي؟ اي من دون ما يستلم الحواس ما كان عنده حواس وما عم ينتكش فيني، بقى كيف هلا؟ يعني ما حكى ابو مرهف عن المسابقة اللي رح يعملها بيناتكم؟ ما حكى شي بنوب، يعني كأنه كان ناقصنا مسابقة حتى تكمل معنا. بالعكس، انت ليش متضايق؟ فكرة حلوة كتير كتير، مو احسن ما يختار اختيار عشوائي؟ وليش عم تسميه اختيار عشوائي؟ الشغلة واضحة، انا احق واحد بهالمنصب، المسألة ما بدها اثنين يحكوا فيها. وعلى اي اساس حاسس حالك انه انت احق واحد؟ على اساس اني فنيت حالي وانا عم بشتغل، واملي بيوم من الايام انه استلم رئيس فرع. قسما بالله يا سحر، انه الشرطة مشغل نص جراسين هالبلد لصالح فرعنا. لك مو بس الجراسين، حتى الطباخين والكوميكية وعمال التنظيف والجلي ما وفرت بنو. حتى ابو مرهف حكى شي بعظمة لسانه. بس انت لما بدك تجرجر واحد، يعني بتتذكري لما اجاني خبر انه في زبون بمطعم التفاحة الحمراء ما عم بيدفع الفاتورة وبلش يبربر على الغلا وسب الحكومة بطريقه؟ ايه بلا، بتذكر حكيت لي هيك شي. يا ست بخلال 10 دقايق دورياتنا محاوطة المطعم كله من كل الجهات، ويوميتها جرجرناه على الفرع بلمح البصر. قيمك من هي. بتتذكري المغترب اللي اجى بده يفتح مطعم جديد مواجه فيلة مدير الشؤون الاستراتيجية؟ ايه بتذكر. يا ستي خلال يومين قدمنا دراسة كاملة عنه، مو بس دراسة كاملة، حتى عن عيلته وعيلة العيلة تبعه. يعني بصراحة أنا ما قصرت بأي مهمة كلفت فيها، بالعكس عم بشتغل مثل الزنبرك على سفق تقارير وجرجرة للفرع وتحقيقات مع البشر. يعني بعدت لها التعب هاد، ما بيحق لي استلم رئيس فرع أقل منها يعني؟ هلأ حبيبي أنت ليش خايف؟ شد همتك بالمسابقة، وإذا الله راد رح تنجح وتنال مرادك ورح تصير رئيس فرع. ما بعرف، قلبي قامطني من هالمسابقة وركبي عم تقصف قصف من هلأ. إيه لا حبيبي لا، ما بصير هيك، أعصابك لازم تكون هادي وإلا ما بتنجح بحياتك. أنا فايت نام شي ساعتين، بركي أعصابي بتهدى شوي. شلون اعصابك؟ ارتحنا ان شاء الله؟ ان شاء الله الحمد لله. نبلش؟ تفضل. ماشي الحال، في بالوطن العربي 264 فرع مخابرات، صح ولا خطا؟ صح. وبطاقه، في بالوطن العربي رجل امن لكل 10 مواطنين، صح ولا خطا؟ صح. اجابتك صحيحه. وبطاقه، مؤلف كتاب عصر المخابرات هو الكاتب مأمون البني، صح ولا خطأ؟ خطأ. إجابتك صحيحة. وبطاقة، الكاجيبي هو اسم المخابرات الروسية، صح ولا خطأ؟ صح. وبطاقة، CIA هو اسم المخابرات السودانية، صح ولا خطأ؟ خطأ. إجابتك صحيحة. وبطاقة، ومبروك عليك 5 بطاقات ذهبية يا مدير أمن المطاعم، ألف مبروك إن شاء الله. يا سلام، أنا ربحت 5 بطاقات. تم اكتشاف مومياء لأول رجل مخابرات في العالم في العصر الحجري، العصر الآرامي، عصر البريكامبري، ولا عصر الفراعنة؟ ولا تنسى انه لسه معك 3 وسائل مساعده، راي الجمهور او حذف اجابتين او استشاره صديق. ممكن استشير صديق؟ ومن هو الصديق؟ ابو الغضب. شو بيشتغل ابو الغضب؟ ضابط مخابرات ديل. طيب مرحبا اخ ابو الغضب. اهلين. معك ابو مرهف من برنامج رحله المليون. ايه مو فاضي هلا، عندي اجتماع. العمى نقطع الخط. شو هالخط المسخمات؟ المخبر
هل هو اسم فاعل ولا اسم مفعول؟ يلا نشوف. اسم مفعول. خطأ. شيء مشترك بين أغنية لفريد الأطرش وجهاز يستعمل في السجون. بساط الريح. صح. فرع الدوريات بيتبع فرع الاقتحام ولا فرع المحاوطة ولا كل الأفروع؟ كل الأفروع. صح. يتم التحقيق في غرفة مظلمة من أجل زيادة التركيز أو إرهاب المتهم. إرهاب المتهم. صح. وهلأ بدنا نشوف مين رح يطلع برات الحلقة. اكتبوا لي ترشيحاتكم. عجلوا عجلوا خلصوني بلا نياطة. عمار، ليش بلال؟ لأنه جاوب أحسن واحد فينا وحسيت أنه بيشكل خطر علينا. للأسف أنت الحلقة الأضعف. تفضل اطلع على برا. يلا انقلق تضرب بها الراس. صار طلعت أنا الحلقة الأضعف. طبعا أنا سبق وبلغتكم أني رح أعمل مسابقة بيناتكم حتى أختار الشخص يلي رح يستلم محلي. وهالمسابقة هاي عبارة عن تقرير مكتوب. بقى بدي من هون لبكرة كل واحد منكم يقدم لي تقرير، ويلي رح يكون تقريره أهم هو يلي رح يقعد محلي. ومثل ما قلت لكم التقارير لازم تكون جاهزة على مكتبي. تفضل. لا لا تفضلوا على شغلكم. شو ان شاء الله عجبتك السهرة؟ ماشي حالة. بس ماشي حالة؟ لكن شو بدي اقول لك؟ يعني بصراحة توقعت يتاخد عقلك بهيك سهرة. اوف، ليش بقى؟ لأنه كنا أنا وياكي محور اهتمام السهرة، والكل عم يشقشل فينا وبده رضانا لنرضى. ولك حتى المطرب ترك وصلته وقعد يغني لنا أنا وياكي. وإذا كان يعني؟ وشو الفائدة دخيلك؟ شو بكي سوسان؟ لا شايفك مو على بعضك منوب. خير في شي؟ بدك الصراحة أنا زعلانة شوي. ليش بقى؟ معاشي اللي بده يزعلك. خير؟ لكن معقول يا منظوم لهلا ما تنتبه إني أنا قصيت شعري؟ آه صحيح. أي والله قصيتي شعرك أنتي. ألف مبروك إن شاء الله، وإن شاء الله كل قصة وأنتي بخير يا حق. وأنت بخير. شو بنا؟ صدقيني ما انتبهت. أي والله انقهرت منك. معلش انا بعرف كيف راضيك. يعطيكم العافيه. الله يعافيك سيدي. تفضلوا. جاهزين للمسابقه؟ جاهزين سيدي. اذا رح نبدا من الشمال. قل لي لشوف يا مسؤول الاسواق، شو فحوى تقريرك؟ سيدي الشباب اللي عندي قدروا يرصدوا تحركات موظف بسيط كان بالسوق امبارحه وعم يبحتر مصاريه هيك على أبو جنب. كيف يعني؟ يعني أول شي اشترى 4 كيلو شوكولاتة وكيلين حلو بالسمن العربي الفاخر، وبعدين اشترى 0.5 كيلو سنوبر. ومعلومكم سيدي الموظف يلي ما عم يرتشي ما بيقدر يشتري هالشغلات من راتبه، وخصوصي السنوبر نظراً لارتفاع الأسعار. صحيح الكلام، السنوبر غالي. لهالشي شكينا فيه وحطيناه بالبال تمام، وبعد الدراسة الفورية والمراقبة الشاملة تبين لنا انه هالموظف المنظوم هاد رجل فاسد وعم يرتشي. وعندي هون بالتقرير سيدي معلومات كاملة عنه ولمحة عن حياته من وقت ما ولد لهلا.
وكمان بيان بأمواله المنقولة وغير المنقولة. بنتيجة بعض التحريات السرية اللي عملناها اكتشفنا شبكة كاملة من الموظفين الفاسدين، وهذا الموظف منهم هو أحد أعضاء الشبكة. نعم سيدي، وبهالتقرير يلي بين إيدينا في كل المعلومات والتفاصيل اللي بتريدوها. يعطيك العافية، بس للأسف هالتقرير عادي وأي واحد ممكن يعمل مثله، وبصراحة هيك تقرير ما بيأهلك لأنك تستلم رئيس فرع. يعني خسرت أنا سيدي؟ إيه نعم، وللأسف الشديد أنت هلأ برات المسابقة. خلينا نسمع هلأ تقرير مسؤول أمن الملاعب والصالات، تفضل. سيدي أنا شخصيا كنت بالملعب مبارح عم بحضر مباراة بالدوري، كالعادة اندسيت بين الجمهور، قلمي بإيدي، مسجلتي بجيبتي وكاميرتي بكتفي. وشو صار معك؟ شفت شيء مو طبيعي بالملعب؟ نعم سيدي، في جماعة اندسوا بين الجمهور وبلشوا يشتموا ويسبوا. شو سبوا؟ الحكم سيدي. سيدي إذا الحكم مو مشكلة، تفضل تابع. في واحد من هدول المندسين سيدي بلش يبربر ويحكي حكي طالع نازل. مثل شو مثلا؟ يا سيدي قال إذا هالمسؤولين بيرفعوا إيدهم عن الرياضة بهالبلد بتصير بألف خير من الله، وفي أربعة خمسة من اللي حواليه أيدوه وقالوا له الحق معك. قالوا له الحق معك؟ العمى، العمى على الوقاحة. وأنا يا سيدي أرفقت أسماءهم وعناوين بيوتهم وصورهم بكل الأوضاع بالتقرير تبعي ومعلومات كافية ووافية عنهم. يعطيك العافية، بس معليش خلينا واقعيين، هالتقرير هاد روتيني وما في شي جديد، وللأسف انت الحلقة الأضعف وصرت برات المسابقة. مثل ما بتأمره سيدي. خلينا نسمع هلأ تقرير مسؤول المطاعم والمقاهي، تفضل. سيدي بشكل عام أحوال المقاهي بالشارع العربي عال العال، يعني الناس مروقة كتير وعم ترتاد المطاعم والمقاهي وعم تشرب الأرجيل العجمي والمعسل وعم بيلعبوا طاولة الزهر والشدة ومن جميعهم. يعني ما شفت شيء غير طبيعي من امبارح لليوم؟ امبلا سيدي شفت، امبارح في واحد كان عم بيلعب طاولة زهر مع رفيقه، حدف الزهر اجا دويك، قام عصب كتير وسكر الطاولة وصار يبربر وقال انه الله يلعن هالايام شو منحوسه. العمى بقلبه هيك قال؟ نعم سيدي، وفي تقرير عندي بيتضمن اسمه ومعلومات عنه وصوره بكل الاوضاع. يعني عملتوا تحريات عنه؟ طبعا سيدي، ونتيجة التحريات طلع الزلمة متزمر ومو عاجبه شيء ابدا، ودائما عم بينفخ ويبربر وعم بيجيب معدل المسؤولين سيدي، ويا ريت هيك وبس. لسه في شيء كمان؟ طبعا سيدي، وهذا الاخ طلع بيشتغل عامل بمصنع للقطاع العام، والسنة الماضية لما طلعوا العمال مسيرة طوعية بمناسبة عيد الانتاج صاحبنا ما رضي يطلع وتمارض وقعد بالبيت، ولما سألوا المسؤول النقابي ليش ما طلعت بالمسيرة احذروا شو جاوبوا يا سيدي. شو جاوبوا؟ جاوبوا بلا مسيرة بلا بطيخ مبسمير. يخرب بيته على هالوقاحة، العمى، في واحد عاقل بيحكي هالحكي؟ أكيد هذا مجنون ما في كلام. وأنا عم بقول هيك من الأول. في شي تاني بالتقرير؟ لا سيدي هذا هو. يعطيك العافية، بس كمان يلي بدي أقوله تقريرك روتيني كتير وما في إبداع. يعني أنا طلعت من التصفيات سيدي؟ للأسف طلعت. لنشوف مسؤول الكازينوهات شو عمل، هات لشوف. سيدي امبارح اكتشفنا مدير كازينو كان عم يفسفس ويحكي حكي طالع نازل. حكي طالع نازل؟ مثل شو؟ كان قاعد هو ورفيقه عم يشكيله همه، قال انه جاب فرقتين راس من اوروبا الشرقية وكلفوه بلاوي زرقة، بس ما صار عنده شغل لانه الحالة الاقتصادية تعبانة كتير، وانه الناس ما معها مصاري تروح على الكازينوهات وتتفرج. وقال سيدي انه الشغل ما رح يرجع مثل ايام زمان الا اذا انفتحت البلد وعملوا خصخصة والغوا ضريبة الرفاهية المفروضة على فنانات اوروبا الشرقية. العمى بقلبه، هلأ هاد صار بده يحكي بالخصخصة؟ خصخصوا ضريبة اشرقته قش. وبهالتقرير سيدي مكتوب كل شي عنه. يسلموا ايديك، بس للدقة والموضوعية كمان تقريرك عادي كتير وما في اي شي جديد. لنسمع اخر تقرير لنشوف، تفضل. سيدي انا ما كتبت شي. شو هالحكي؟ ليش ما كتبت شي بقى؟ شو يعني انسحبت من المسابقة؟ بالعكس سيدي، أنا ما انسحبت، بس باعتباري مسؤول المرئيات والمسموعات فتقريري مسجل على شريط كاسيت. مسجل بصوتك يعني؟ لا سيدي،
على هالشريط مسجل حوار عائلي بين زوج وزوجته جرى مبارح بالليل. حوار سياسي؟ لا سيدي، انت اسمع الشريط وبعدين اعطيني رأيك. هات سمعنا نشوف. بدك الصراحة؟ أنا زعلانة شوي. ليش بقى؟ ما عاشر بدي زعلت خير؟ لكن معقول يا منظوم لهلا ما تنتبه لقصة شعري؟ صحيح. وقف 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 المسجنة شوان، وقف المسجنة. حاضر سيدي. ليش سيدي؟ خلونا نسمع التسجيل الأخير. خلاص خلاص خلاص، ما في داعي نسمع شيء، خلاص. بس سيدي نحن ما فهمنا شيء. مو ضروري تفهموا، المهم أنا فهمت. ولك العمى بقلبك، شلون قدرت تسجل هيك شريط؟ سيدي أنا مو بس سجلت شريط كاسيت. شو سجلت كمان؟ أنا عندي شريط فيديو وسي دي وفلوبي كمبيوتر ودي في دي لكل شي صار بعد ال الله لا يعطيك عافية فوق تعبك. العمى كل شي توقعته إلا إنه يوصل البلة دقني. بس شو رأيكم مهنيا بالتقرير تبعي سيدي؟ بصراحة